نتكلم على مصريين هم اللي عملوها، فالدكتور مصطفى سيد برضه هو اللي عمل يعني الابحاث المتعلقه بنانو الذهب وعلاج السرطان. بقالنا 6 7 سنين بنتكلم على موضوع طبعا العلاج بنانو طبعا الذهب، طبعا آه. لكن هو فين لغايه دلوقتي يا دكتور؟ ماشي في الطريق اللي هو لازم يمشي فيه، يعني لازم نجرب على حيوانات كثيره جدا ونوريهم. ودلوقتي معانا طبعا الدكتور حسين خالد راجل بتاع سرطان كويس جدا وشايف كل حاجه، وان شاء الله لما يشوف ان بقى الوقت يقدر يكتب حاجه لوزاره الصحه، وزاره الصحه تستخدم يعني اطباء اخرى يبصوا على ايه النتائج ايه ويوافقوا عليها، او يوافقوا مثلا العمليه الاول في حاجات اللي فيها السرطان في حتت سهله عمايلها. واحنا بنديفلوب بنحاول نعمل حاجه في اشياء في الجسم في حتت مختلفه ونشوف تتعمل ازاي وتتعمل ازاي. مليون 200 نشوف هم يشوفوا النتائج بقى في الانسان، واحنا بنحاول نعملها في حتت صعبه اكتر واكتر ازاي نعملها. طب هو في حاجه يعني حضرتك دلوقتي في تعاونك مع الدكتور حسين خالد، الموضوع مش تحت اشراف وزاره الصحه حتى الان؟ لسه وزاره الصحه ما دخلتش فيه؟ لا لسه، لا لا طبعا، هو اللي ياخدها ويكتب تقرير ويقدمه لوزاره الصحه لان هو دكتور هو طبيب يعني. كل الوقت ده الموضوع متعلق بان بتشوف نانو الذهب ممكن ان هو ينفع مع اي نوع من انواع السرطانات، ولا الاثار الجانبيه للبحث ده؟ لا لا، احنا عارفينه ان يعني اي تخلص من اي نوع من السرطان، مش بس اي نوع من السرطان، اي نوع من اي مرض، لان اي خليه بتاع اي مرض لو تسخن بالطريقه بتاعت قطع الذهب الصغيره ديت والضوء يعني تموت تشيح خلاص. فانما السرطان والمهم طبعا اللي بنعمله انما اهم حاجه هل في اعراض جانبيه ولا لا؟ عشان كده عايزين وقت، الاعراض الجانبيه يمكن تاخد وقت على ما تطلع. والحاجات اللي عملناها بعضها كذا سنه دلوقتي، الحاجات الكبيره الحاجات الصغيره عملناها زمان الفرهان والحاجات دي، ولكن ما شلناش ما بيعيشوش المده الطويله دي. انما القطط والكلاب والحاجات ديت، وحديثا الاسبوع اللي فات ده الاستاذ الحصينه يعني حضرتك لسه قريب كان في تجربه على الاحصنه يوم السبت اللي الماضي ده. لما جيت انا المره اللي فاتت شفناهم، وبعدين لما جيت المره ديت رحنا مع الدكتور عدنان عبدون ودكتور بردك خدنا العده وكل حاجه وحقنوه كل حاجه، وكلمتنا حتى السيده اللي هي بتاخد بالها منهم يعني بتقول يعني والله شايفاه فعلا نزل في الحجم قوي. يعني هي نتائج العلاج المفروض ان هي بتظهر بعدها بيومين ثلاثه مثلا؟ تتوقف على قد ايه كبير قد ايه وبتصغر في قد ايه. هي خدت صوره وتبعتها لنا، وبتاخدش اكتر من اسبوع اسبوع ونص، لان بتموت الخلايا واخد بالك، وبعدين بقى بتاخد الجسم وقت شويه انه يتخلص من الخلايا الميته دي. يعني هي تعتبر جلسه واحده او عمليه واحده هي اللي بتحصل؟ جايز جلسه وما تعملتش في جلسه بعدين باسبوعين لسه في شويه يعني صغيرين زي ما هي ما صغرش تعملها تاني في الحتت اللي هي ما وصلهاش الضوء والدهب.